مساء الخير يا وطن، مساء الخير من رفح حتى رأس الناقورة، مساء الخير من قدس العروبة وغزة الأبية حتى الخليل، مساء نسيم الجليل العليل، مساء الخير من حيفا وعكا والناصرة وبئر السبع إلى نابلس جبل النار، مساء نخيل أريحا وبرتقال يافا، مساء الخير لبيسان والمجدل وإسدود وعسقلان، مساء الخير من أم الرشراش والمزارعة ويالو ولفتة وعين كارم والعباسية وسلمة وبيت نبالة وصفد، مساء الخير إلى بيت نوبة وعمواس والقسطل من طبرية حتى النقب، مساء الخير من اللد والمثلث، مساء الخير من وطن يا وطن، مساء الخير من مهد بيت لحم إلى قلقيليا وطول كرم وجنين لأهلنا في طوباس وسلفيت، مساء الخير لكل مدينة وقرية ومخيم، مساء الخير لشعبنا في الشتات واللجوء، مساء الخير للأسرى والجرحى وذوي الشهداء، مساء الخير للعمال والفلاحين، مساء الخير للطلاب للفقراء، مساء الخير يا وطن، مساء الخير يا أرضا عشقناها مدى الزمن. في هذه الجولة الإخبارية المسائية نتابع معكم آخر التطورات والأحداث الميدانية مع شبكة مراسلين على امتداد الوطن السليم. نقرأ الخبر، نقدمه ونحلله بعين فلسطين. حياكم الله أيها السادة، أهلا ومرحبا بكم إلى جولتنا الإخبارية من برنامج مساء الخير يا وطن. سنسلط الضوء في جولتنا على أبرز الأحداث المحلية والعربية والدولية. هذه تحيات فريق العمل، معكم في الإعداد والتقديم إيمان حامد، ومن الهندسة الإذاعية والتلفزيونية عبدالله الخطيب، ومن الإخراج خالد نجاس. وأستهل هذه الجولة بأبرز العناوين: إصابة خطيرة لشاب بالرصاص الحي في الرام شمال القدس المحتلة. الاحتلال يقتحم بيت عزاء الشهيد عدي التميمي ويغلقه. جماهير غفيرة تشيع الشهيد الفتى محمد نوري. وتراجع ملحوظ على النشاط الاقتصادي في نابلس نتيجة الحصار. أهلا بكم إلى التفاصيل. أصيب شاب بالرصاص الحي في البطن خلال مواجهات اندلعت في بلدة الرام شمال القدس المحتلة. وأفادت وزارة الصحة بأن مجمع فلسطين الطبي استقبل مساء حالة حرجة وهي لشاب مصاب بالرصاص الحي، وتم تحويله إلى غرف العمليات. واستهدفت قوات الاحتلال عشرات الشبان عند مدخل بلدة الرام بالأعيرة النارية والغاز المسيل للدموع، ما أدى لإصابة عدد منهم بحالات اختناق. شيعت جماهير غفيرة من شعبنا جثمان الشهيد الفتى محمد فادي نوري 16 عاماً إلى مثواها الأخير في مقبرة البير الجديدة. استقامت موجات جهاز التخطيط القلب وعلى صوت الطنين الحزين في غرفة العناية الحثيثة بمجمع رام الله الطبي. ارتقى الفتى محمد فادي نوري 16 عاماً من بلدة بتونيا متأثراً بجراح حرجة أصيب بها برصاص جنود الاحتلال الشهر الماضي على المدخل الشمالي لمدينة البيرة. انتظرت عائلة محمد عودته من الغيبوبة، وفي انتظارها خافت وترقبت وابتهلت وصلت، وبعد 20 يوماً من الانتظار الثقيل جاءت لتقول وداعا وسلاما على الفتى. محمد شاب عائل قلبه أبيض،
نصيبه أنه يكون شهيد لفلسطين، والحمد لله زي أي شاب بيستشهد عشان قضيته وعشان فلسطين يعني، والحمد لله طلبها من ربنا وربنا استجاب له والحمد لله رب العالمين. محمد خلوق ومحب وبار بوالده وسند لجدته، حالم أراد لنفسه أن يكون خبيرا بصيانة الأجهزة الخلوية، وأراد لنفسه شهادة العلا ونالها. محمد شاب خلوق خجول حنون، له بمدرسته، له في عيلته، في بيته، في أمه، في أبوه وسته، هيك محمد. محمد كان طالب شاطر ومرتب وعمره ما أذى مخلوق، كل الناس بتحب محمد الحمد لله رب العالمين. كان مختار الشهادة وكان دايما يحط أغاني عن الشهادة ويقول لأمه، يعني حاطت أغنية عنده، ما تزعليش ما تعمليش ما تعيطيش، شهيد عند ربي، في عندي إخوة اثنين. يعني زملاء محمد فتيان في مقتبل العمر، أكبر همومهم امتحانات المدرسة ودروس الرياضيات. أثقل رحيل محمد قلوبهم وبدا حزن القلب على الوجه ظاهرا. محمد مش بس ابن خيالتي، كل حياتي. محمد أخوي وحبيبي الله يرحمه، والله ما توقعنا بكى من صغير يطلب الشهادة والحمد لله نالها الله يرحمه. أنا ويا دائما مع بعض، نحن صغار أي إشي مع بعض، نروح ونيجي مع بعض. محمد بلشت تعرف من الصف الأول، رسنا أنا وياه تقريبا 11 سنة مع بعض، وصلنا اليوم الأول ثانوي، وما توقعت إنه نروح في هذا الطريق. يعني ما توقعت إنه، مع إنه كان قلت له رح نسوي إشي لما نكبر، رح نضل مع بعض، رح نسوي شو بدنا نسوي، بدنا نضل مع بعض، بس ما توقعت إنه هيك يروح مرة واحدة وراح بدون إنذار، بدون ما يحكي إنه رايح، بدون ما ودع. الفدائي عدي التميمي ومخيم شعفاط وجنين ونابلس حضروا في هتافات الشبان الذين جددوا عهدهم للوطن ومحمد وكافة الشهداء بإكمال طريقهم نحو النضال. اليوم وصية محمد الأخيرة وزف بجنازة تليق بالشهداء، وكفن بالعلم الفلسطيني، وخلدت صوره على جدران البلاد التي استشهد فداء لترابها. من مدينة البيرة لشبكة وطن الإعلامية، بهاء بركات. اندلعت مواجهات بين الشبان وقوات الاحتلال في عدة مناطق متفرقة في أو من القدس المحتلة أعقاب مسيرات غاضبة ضد إجراءات الاحتلال واستشهاد الشاب عدي التميمي. وأصيب الشاب برصاص الاحتلال خلال مواجهات اندلعت في بلدة بيدو شمال غرب القدس، ووصفت حالته بالمتوسطة. أيضا اندلعت المواجهات عند مدخل النفق الواصل بين بلدتي بيدو والجيب، وأطلقت قوات الاحتلال خلالها قنابل الصوت والغاز المسيل للدموع صوب المواطنين. دوريات وعساكر زنانة وحصار فرض على المخيم والمناطق المجاورة لها، تضييق للخناق على عدي التميمي وعائلته. بحثوا عنه بكل قواتهم وعتادهم، وغاب عن بالهم أن عدي بمسدسه وطلقاته المعدودة هو من يبحث عنهم. عدي الذي أخذ من اسمه الصفة وصرفها لفعل، فسدد رصاصاته على ما تسمى مستوطنة معالي أدوميم المقامة على أراضي القدس المحتلة، لتستقر في قلب الدولة المزعومة الواهية. بطولة عدي ابن مخيم شعفاط أثبتت على أرض الواقع أن المخيم أصل الحكاية، ومخيم شعفاط الحكاية البارزة.
في ليلة الشهادة العظيمة زأرت الأسود من عرينها بالبلدة القديمة في نابلس. دعوات الإضراب الشامل عمت فلسطين من البحر إلى النهر، ولبى الفلسطيني الأبي النداء، فأغلقت المحال والمؤسسات والمدارس، وتوقفت الحركة والمواصلات إكراماً وإجلالاً للبطل المقبل. عدي التميمي ابن مخيم شعفاط هو اليوم ابن كل مدينة وقرية ومخيم وخربة في فلسطين، هو ابن كل فلسطين. ومضى الرجال ومضى الرجال إلى جوار الله في دار الخلود لم يرتع. أهلا بكم من جديد متابعينا، هناك أنباء عن اقتحام قوات الاحتلال لبيت عزاء الشهيد عدي التميمي في سلوان بالقدس المحتلة. حول هذا الموضوع يسعدنا أن نستضيف الزميل الصحفي باسم زيداني الذي ينضم إلينا من هناك مباشرة. باسم أهلا ومرحبا بك معنا عبر وطن. مساء الخير. لو تطلعنا على طبيعة ما جرى في بيت عزاء الشهيد عدي التميمي قبل قليلة. في الحقيقة منذ بداية اليوم تم الاتفاق مع ذوي الشهيد على إقامة بيت عزاء في بلدة سلوان بالنظر للظروف التي أجبرتهم على التواجد في البلدة بوجود حكم بالإبعاد عن بلدة عناتة بحق الوالدة وبعض إخوة عداي لتواجدهم في منزل والدها في بلدة سلوان في منزل عائلة الجعبل في حي وادي اليرقون. توجه الشبان للمنطقة قاموا بفتح بيت عزاء وتحضيره بكل ما يحتاجه بيت أي بيت عزاء لأي شهيد في هذا الوطن. تفاجأنا قبل ساعة من الآن بحضور كابتن المسؤول عن المنطقة لبيت العزاء مع قوة شرطية وقوة من الجيش للمنطقة وإبلاغ صاحب المنزل بأن عليه إغلاق بيت العزاء فورا بحجة أن هناك قانون يمنع إقامة أي بيت عزاء لمن تورطوا بعمليات فدائية ضد دولة الاحتلال. نعم. حتى اللحظة هناك تواجد قوة من الجيش لمنع إقامة أي مظاهر للعزاء أو الحزن في بلدة سلوان. بيت العزاء المفتوح في بلدة عناتة حتى اللحظة مفتوح، أن الناس تتواجد إلى هناك بكميات وبأعداد كبيرة جدا. نعم. في سلوان شهد مواجهات منذ ساعات الفجر الأولى حتى اللحظة في أكثر من نقطة وفي أكثر من حي نظمة قوات الاحتلال. نعم، يعني قامت قوات الاحتلال بإغلاق بيت عزاء في بلدة سلوان. لم يكتفوا فقط بالإغلاق بل قاموا بوضع نقاط للشرطة والجيش لمنع الناس من الوصول حتى لدعم ومواظرة والدة الشهيد. الشهيد موجودة في البلدة ضمن إقامة جبرية، وحتى من التبجح لدى الاحتلال قاموا باستدعاء صاحب المنزل الذي استضاف بيت العزاء للتحقيق، ومن المنتظر أن يكون هناك بحقه إجراءات قانونية مثل تكليفه بأراضي أو مخالفات معينة. نعم، طيب بيت العزاء المقام في بلدة سلوان، هل هناك مواجهات تدار قرب بيت العزاء؟ هل هناك إصابات اعتقالات؟ المواجهات عامة في بلدة سلوان حتى اللحظة في محيط بيت العزاء لا مواجهات تذكر بسبب كمية الشرطة وكمية الجيش الموجودة في المنطقة التي تحول وصول الشبان إلى المنطقة، لكن كان هناك إصابات في ساعات الصباح الباكر. كان في مواجهات في قرية صور باهر بالتزامن مع مواجهات في بلدة سلوان. هناك مواجهات الآن في بلدة الروم كان فيها إصابات بالرصاص الحي، 3 إصابات بالرصاص الحي. نعم، شكرا جزيلا لك على هذه التفاصيل، الزميل الصحفي والناشط المقدسي من بلدة سلوان باسم زيداني. والآن متابعينا دعونا نشاهد وصية الشهيد عدي التميمي الذي كتبها قبل عدة أيام من استشهاده، وهي من تصميم الزميل حمزة عفاني. وصية الشهيد عدي التميمي لشباب فلسطين. أنا المطارد عدي التميمي من مخيم الشهداء شعفاط. وصيتي لكم إن كنت لن أعود. عمليتي في حاجز شعفاط كانت نقطة في بحر النضال الهادر.
أعلم أنني سأستشهد عاجلاً أم آجلاً، وأعلم أنني لم أحرر فلسطين بالعملية، ولكن نفذتها وأنا واضع هدفاً أمامي أن تحرك العملية مئات الشباب ليحملوا البندقية بعدي. كتبها في ليلة 11 من تشرين الأول في العام 2022 المطارد عدي التميمي. إلى ذلك، أصيب فتى يبلغ من العمر 16 عاماً برصاص قوات الاحتلال في البطن خلال مواجهات في بلدة سعير شمال شرق الخليل، بينما اعتقل 4 مواطنين بينهم طفلان خلال مواجهات في منطقة باب الزاوية وسط مدينة الخليلة. وقالت مصادر محلية إن مواجهات اندلعت مع قوات الاحتلال في البلدة، أطلق خلالها جنود الاحتلال الرصاص الحي وقنابل الغاز المسيل الدموع، ما أدى لإصابة فتى بالرصاص في البطن، ومنع جنود الاحتلال نقله لتلقي العلاج، وتمكن الأهالي من تخليصه من بين يدي الاحتلال ونقله للمشفى. وأوصفت المصادر الطبية حالته بالخطيرة. نعت حركة التحرير الوطني فتح الشهيد الفتى محمد نوري الذي استشهد متأثرا بإصابته برصاص جيش الاحتلال قبل عدة أيام. وأضافت في بيان صادر عن مفوضية الإعلام والثقافة والتعبئة الفكرية أن جرائم الاحتلال المتواصلة بحق شعبنا لن تبدد صموده وإرادته في إنجاز مشروعه الوطني التحرري المتمثل بإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس المحتل القدس الشريفة. وبينت حركة التحرير أن منظومة الاحتلال تسعى إلى إدارة صراعاتها الانتخابية من خلال الدم الفلسطيني، محملة الاحتلال تداعيات ما ستؤول إليه الأوضاع كنتيجة سياسية أو لسياسته الإرهابية. بحسب التقارير الواردة من الأمم المتحدة، وصفت العام الجاري 2022 بأنه العام الأكثر دموية، أكثر من 178 شهيد، منهم 26 طفلاً راحوا ضحايا دولة الاحتلال وإرهابها بحق الشعب الفلسطيني. هذا تأكيد على أن الاحتلال ذاهب باتجاه محاولة فرض الأمر الواقع على الشعب الفلسطيني، وأن الشعب الفلسطيني يسير بقدماً بمقاومته الشعبية وبكل الأشكال المتاحة رفضاً لهذا الاحتلال. اليوم الإضراب الشامل الذي يعم الأراضي الفلسطينية هو رسالة بالغة الدلالة على وحدة الشعب في كل أماكن تواجده، والتفافه خلف خيار الكفاح الوطني والمقاومة التي يخوضها الشعب الفلسطيني حتى إنهاء الاحتلال. هذه رسالة سياسية أننا سنمضي على طريق الكفاح حتى الحرية وحتى الاستقلال. الحس الجمعي وإعادة الاعتبار له هو في غاية الأهمية بين أبناء الشعب الواحد في ظل هذه اللحظة السياسية. المطلوب اليوم إنجاز الوحدة الوطنية، والمطلوب الذهاب باتجاه توحيد كل الطاقات واستنهاضها في مواجهة الاحتلال الإسرائيلي حتى يزال هذا الاحتلال، وتصعيد كل أشكال العمل الشعبي والفعل المقاوم رفضا لهذا الاحتلال. اليوم الشعب يؤكد مجددا في بالتفافه حول خيار موحد، هو خيار المواجهة والمقاومة. حين نكرر اليوم ما حصل قبل بضع سنوات في معركة سيف القدس، نقول لكل من هو متردد أن الشعب يختزن قدرة على العطاء من جانب، وأنه يختار خيارا واحدا هو خيار المقاومة، وأن كل خيارات المراهنة والركض وراء السراب عمليا وضعها وراءه، مع إدراكه أن المعركة وأن المشوار ما زال طويلا، ولكنه مستعد للتضحية للمواجهة للعطاء. أهلا
أهلا بكم من جديد. في الأخبار المحلية أيضا، متابعينا، أصيب شاب برصاص الاحتلال خلال مواجهات مع قوات الاحتلال اندلعت في قرية النبي صالح شمال غربي رام الله. وأفادت مصادر محلية أن قوات الاحتلال أطلقت الرصاص الحي وقنابل الغاز المسيل للدموع، ما أدى لإصابة شاب برصاصة بالفخذ، مشيرة إلى أنه نزف كميات كبيرة من الدم حتى وقع مغشيا عليه وتم نقله إلى المشفى. أيضا على مدخل دير شرف غرب نابلس أصيب عشرات المواطنين بحالات الاختناق خلال قمع الاحتلال المشاركين في مسيرة لكسر الحصار. ومصادر محلية قالت بأن قوات الاحتلال قمعت المشاركين في المسيرة واستهدفتهم بقنابل الغاز والغاز المسيل للدموع، الأمر الذي أدى إلى إصابة عدد منهم بحالات الاختناق. وذكرت أن الشبان حاولوا إزالة السواتر الترابية بواسطة المعاول والمجارف، إلا أن قوات الاحتلال استهدفتهم بشكل مباشر بقنابل الغاز. وقال الهلال الأحمر إن مواطنين أصيبوا بقنابل الغاز بشكل مباشر، ما أدى لنقلهم للمشفى، وأصيب 17 آخرون بحالات الاختناق. والآن متابعينا ينضم إلينا عبر الخط الهاتفي عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير السيد واصل أبو يوسف. سيد واصل، أهلا ومرحبا بك. أهلا وسهلا. أهلا. يعني التصعيد مستمر بحق أبناء شعبنا، عشرات الإصابات وشهيدين، كيف ترى دلالات التصعيد في رفع الاحتلال من سياساته الممنهجة بإعدام المواطنين، أيضا يصادق على عشرات الوحدات الاستيطانية في كافة أنحاء الضفة والقدس المحتلة؟ هذه حرب مفتوحة ضد الشعب الفلسطيني منذ فترة طويلة، والآن هناك تصعيد خطير على صعيد كل الأوضاع، سواء على صعيد التصفيات الميدانية التي تجري، ما يقارب 175 شهيد منذ بداية العام حتى الآن، فتيات وشبان وكبار بالسن وغير ذلك. وأنا أعتقد أنه يعني أيضا بالتزامن مع ذلك يجري فرض حصار اليوم العاشر للحصار المفروض على محافظة نابلس ومخيمها وبلداتها وقراها، وأنا أعتقد أنه هذا يدرج في إطار العقاب الجماعي وما يجري من انفلات وطعن المستوطنين بحماية جيش الاحتلال كما يجري في شوارع حوارة وفي غيرها. واليوم على سبيل المثال في المدخل الشمال لبنية التيرة، يعني طعن المستوطنين يحاول تكسير السيارات، وما يجري أيضا مع المزارعين والاحتلال عليهم وطعن المستوطنين وسرقة محصول الزيتون وعدم وصولهم إلى أراضيهم نتاج لمحاولات الاحتلال. كل ذلك بالإضافة لذلك أنه أيضا الخطورة خلال الأيام الماضية عندما شاهدنا كيف تكثفت ما يقوم به قطعان المستوطنين باقتحامات المسجد الأقصى المبارك والقيام بصلوات تلمودية، سواء ما يسمى سجود الملحمي أو نفخ الكوك وغير ذلك، إضافة إلى خطورة ما يجري في الحرم الإبراهيم الشريف مثل أغلاق الحرم والحفلات الموسيقية. لذلك أنا أعتقد حرب شاملة ضد الشعب الفلسطيني، يوميا هناك سيل من دماء ينزف، هذا بهدفين. الهدف الأول هو محاولة كسر الإرادة للشعب الفلسطيني المتمسكة بالحقوق والثوابت والمقاومة والتي تكافح من أجل الحرية والاستقلال، والأمر الثاني هو استخدام شلال الدم الفلسطيني في إعطاء اليمين واليمين المتطرف لحصد مزيد من أصواتهم في الانتخابات التي تجري في الأول من نوفمبر داخل الاحتلال. لذلك كل محاولات الاحتلال التي يقوم بها جربت سابقا ولم تنجح في عملية كسر هذه الإرادة لشعبنا الفلسطيني الطباخ للحرية. نعم. إذن كما ذكرت بأن منظومة الاحتلال تسعى إلى إدارة أزماتها الداخلية وصراعاتها الانتخابية على حساب دم شعبنا الفلسطيني، ما السبيل لوقف سيل دماء شعبنا والوقوف في وجه هذا العدوان؟ يعني تحدثنا بشكل واضح تماما، هناك أمرين هامين يجب العمل عليهما بالتوازي وبشكل أيضا بتنفيذ استراتيجية جامعة لشعبنا الفلسطيني. المسألة الأولى وهي أن هذه الوحدة الوطنية الفلسطينية التي تجسد على الأرض بين الجميع في مقاومة قطاع المستوطنين وجيش الاحتلال والدفاع عن أرضنا وبيوتنا وكرامتنا، أيضا ليس فقط عن كرامة الشعب الفلسطيني، الشعب الفلسطيني صدوره العارية يواجه هذه آلة البطش والاغتيال للدفاع عن كرامة الأمة جمعاء وعن أحرار العالم ومتضامنين مع شعبنا الفلسطيني. وبالتالي هي رسالة لكل العالم
أن هذه الإرادة الوطنية الفلسطينية التي تجسد على الأرض هي حالة صراع مع العدو، التمسك بالمقاومة، التمسك بالحقوق، الدولة الفلسطينية والقدس، حق العودة للاجئين، الحرية والاستقلال. هذه ثوابت لا يمكن الانزياح عنها ولا يمكن أن تتحرك لا باتجاه اليمين ولا اليسار. هي ثوابت للشعب الفلسطيني أمدت بتضحيات جسام مئات آلاف من الشهداء والجرحى والأسرى. الأمر الثاني، أنا أعتقد أنه يعني أيضا عندما نتحدث ونجد أن هناك حالة من الغليان في الشارع الفلسطيني وهناك ركود وعدم اهتمام في البلدان العربية ولا الإسلامية ولا حتى عرف أي المجتمع الدولي، تحدثنا بشكل واضح تماما حول الحماية الدولية لشعبنا الفلسطيني من هذه الجرائم المتصاعدة تحدثنا عن قرار الشرعية الدولية وقوانين الدولية عدم الكيل بالمكيالين وخاصة أن يتعلق الأرض بالاحتلال وعدم استخدام العير والزوجة وكما يجري الآن في حرب روسيا وأوكرانيا. تحدثوا عن آليات فورية على المحكمة الجنائية وعلى المجلس الأمن وغير ذلك، ونتحدث أيضا عن كيفية وقف هذا التصعيد الإدواني والإجرامي دون أن يكون هناك مقاطعة شاملة لهذا الاحتلال وعقوبات رادعة ومحاكمته وتحديدا أمام المحكمة الجنائية الدولية التي نرى تباطؤ شديد في عملها من أجل فتح تحقيقات بوقف سياسة التصعيد والقطع الطريق على استمرار هذه الجرائم. هذه الجرائم تأتي بمشاركة وبدعم من الولايات المتحدة الأمريكية الذي يعتقد الاحتلال أن هذا الدعم اللامحدود للإدارة الأمريكية لهذه الحكومة اليمنية والقطاع مستوطنيها يمكن أن تحميها من غبة مساءلتها. نحن نقول أن على العالم أن يصفو، على الأمة العربية أن تصفو، وعلى الأمة الإسلامية أن تصفو، وعلى المجتمع الدولي أن يصفو، لأن ما يجري من بالأمس شاهدنا الشهيد البطل عدي التميمي كيف كان جريحا وكيف تم الإجهاض عليه أمام أنظار العالم أجمع. هنا أود أن أسأل أهمية إضافة ملف اعتقال عدي التميمي أمام العالم الذي شاهد طريقة اغتياله وتركه ينزف حتى الموت. شيرين أبو عاقلة الشهيدة التي تم استهدافها بدم بارد وإمعان، أجل قتل نقد الحقيقة ما يتعرض له الصحفيون الفلسطينيون. شاهدنا يمكن يتم تناقل وسائل الإعلام بالأمس واليوم كيف يتم التعرض للصحافة الفلسطينية التي تنقل الحقيقة إلى العالم أجمع، كيف يتم التعرض لهم في الخليل، شاهدنا في باب الزاوية وشاهدنا أيضا في نابلس ما يتعرض له من ضرب ومن تنكيل ومن منع التصوير. شاهدنا بالأمس وقبل ذلك تعيين مثلا عبد الفتاح الشريف في الخليل عندما كان ملقى على الأرض وتم إجهاز عليه من قبل جندي حاقد. شاهدنا بالأمس عدي التميمي هذا البطل الذي أرتك الاحتلال في عمليته البطولية وفي أيضا اختفاء لمدة 11 يوما وكان لديه الإصرار على استخدام سلاحه أن يجسد الشجاعة لدى كل العالم أجمع وكيف تم الإشارة عليه وقتله بدم بارد. كل ذلك يعني أنا أعتقد أن منظر العالم ألا يكون هناك سبيل لصحوة الضمير، صحوة العقل لهذا العالم الذي يعني يغفو أمام كل هذه الجرائم المتصاعدة. لو كان هناك أي دولة بالعالم جزء صغير من هذه الجرائم لكانت تنقلبت الدنيا على عقد. أنا أعتقد أنه هذا الأوان وضع حد لكل ذلك، للسياسة التدميرية الاحتلالية والعدوان والجرائم المتصاعدة والحماية الأمريكية التي تعطي ضوء أخضر للاحتلال أمام أنظار العالم أجمع. يجب أن يسود ما يمكن أن يشكل ردعا لذلك من خلال وقف هذه السياسة ومن خلال كما قلت فرض عقوبات ومحاكمة جادة لهذا الاحتلال بأجل قطع الطريق على مصر ذلك. نعم، أمام سكوت المجتمع الدولي ربما تظهر الآن أهمية المقاومة الشعبية التي أثبتت قدرتها على التصدي ومواجهة هذا العدوان. لن نأل جهدا في سبيل استمرار هذه المقاومة الشعبية. اليوم صحيح أن هناك إضراب شامل وهناك حداد في كل فلسطين، ولكن نقول أيضا أن هذه ليس فقط على صعيد إغلاق المحلات والركون بانتظار ما يمكن أن تسفر عنه الأوضاع، ولكن شعبنا الفلسطيني يتصدى لكل هؤلاء قطاع المستوطنين لجيش الاحتلال في كل العديد من البؤر المشتعلة في العديد من المحافظات. شاهدنا كيف أن عنوان البطولة والصمود لهؤلاء الفتيان الذين يواجهوا جيش الاحتلال يواجهوا قطاع المستوطنين كما قلت صدورهم العارية وبإرادة لا تبين من أجل الحرية والاستقلال والدفاع عن الأرض وعن الحقوق. عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير السيد واصل أبو يوسف، أشكرك جزيلا على كافة هذه التفاصيل وهذه الإيضاحات. إلى ذلك، طالبت دائرة حقوق الإنسان والمجتمع الدولي في منظمة التحرير المؤسسات الدولية وفي مقدمتها الأمم المتحدة ومجلس الأمن بالتحقيق في ظروف إعدام الشاب عدي التميمي
بعد إصابته برصاص الاحتلال على مدخل مستوطنة معالي أدوميمة. قالت وزارة الاقتصاد إن تراجعا ملحوظا طرأ على النشاط الاقتصادي في المحافظة التي تتعرض للحصار منذ 10 أيام بنسبة تزيد على 60% في الحركة التجارية وانخفاض الطاقات الإنتاجية للمنشآت الصناعية للنصف نتيجة الإغلاق لمداخل المحافظة وتقييد حركة تنقل المواطنين والبضائع. وأكدت الوزارة في بيان أن جهودا تبذل بالتنسيق مع القطاع الخاص ومختلف مؤسسات المجتمع المدني لمواجهة تداعيات هذا العدوان على اقتصاد المحافظة، مبينة أن سياسة العقاب الجماعي والضغط الاقتصادي الذي يمارسه الاحتلال سيفشل أمام إرادة وصلابة وصمود أبناء شعبنا. إلى ذلك أطلق مركز الإعلام في جامعة النجاح بالتعاون مع الجامعة حملة حاصر حصارك لكسر الحصار على المحافظة، وذلك خلال مؤتمر صحفي عقد بمقر الجامعة. هدمت قوات الاحتلال منزلا في بلدة دورة جنوب غرب مدينة الخليلة، وقالت مصادر محلية إن جرافات الاحتلال هدمت منزلا في منطقة خلة طه التي تبلغ مساحته 120 مترا مربعا. وسبق وهدم الاحتلال منزلين لأحد أفراد العائلة في المنطقة ذاتها خلال العام الماضي. أحرق مستوطنون مركبة وحطموا واقتلعوا أشجار الزيتون واللوزيات في قرية المغير شمال شرقي رام الله. وقال أحد المتضررين من اعتداءات المستوطنين إن مستوطنين أحرقوا مركبة شقيقه وهاجموا أرضه واقتلعوا أكثر من 80 شتلة وشجرة من الزيتون واللوزيات. وأشار إلى أن المستوطنين بحماية قوات الاحتلال أحرقوا خزان مياه في أرضه. وأفاد شهود عيان بأن مواجهات اندلعت في القرية مع قوات الاحتلال عقب هجوم المستوطنين أطلقت خلالها الرصاص وقنابل الصوت والغاز. أغلقت قوات الاحتلال مدخل بلدة بيت أمر شمال الخليل بالبوابة الحديدية التي أقامتها منذ سنوات على المدخل الرئيسي لبلدة بيت أمر، ومنعت المواطنين ومركباتهم من الخروج أو الدخول من وإلى البلدة ما أجبرهم على سلوك طرق بديلة وعرة وبعيدة. اعتقلت قوات الاحتلال طفلا من بلدة العيسوية شرق القدس المحتلة وسلمت اختارا بهدم منزل في سلوان جنوب المسجد الأقصى. وأفادت مصادر محلية أن قوات الاحتلال اقتحمت البلدة وداهمت منزل الطفل محمد درويش 12 عاما واعتقلته. من جانب آخر اقتحمت قوات الاحتلال بلدة سلوان جنوب الأقصى وأخطرت بهدم منزل المسن يعقوب مراغة بحجة البناء دون ترخيص. أقامت الفصائل في قطاع غزة خيمة عزاء للشهيد عدي التميمي ابن مدينة القدس، ونظمت وقفة تنديدا بجرائم قوات الاحتلال ضد أبناء شعبنا في ساحة الجندي المجهول. قالت صحيفة إسرائيل هيوم بأن هناك خطة لمضاعفة الاستيطان والمستوطنين في حي الشيخ جراح قريبا بالقدس المحتلة، لافتة إلى أنه سيتم نشر تفاصيلها في ملحقها الأسبوعي غدا عن 3 خطط بناء وصلت إلى مرحلة إصدار رخص بناء استيطانية. وأشارت إلى أن المشاريع الاستيطانية 3 الجديدة تبعد عشرات الأمتار عن مستوطنة نحلات شمعون وأن رجال أعمال يهود يقفون خلفها. وأوضحت أن المشروع الإسرائيلي الأول هو عبارة عن خطة لبناء مبنى سكني جديد من 6 طوابق
والثاني مخطط لهدم مبنى قائم وإنشاء مبنى سكني آخر من 5 طوابق، والثالث يقوم على تشييد مبنى تجاري ومكاتب من 6 طوابق فوق 4 طوابق تحت الأرض. وأشارت إلى وجود 21 عائلة من المستوطنين اليهود في حي الشيخ جراح، وسيتضاعف عددها لتصبح حوالي 40 عائلة وأكثر. يواصل المعتقل أحمد الهريمي من بيت لحم إضرابه المفتوح عن الطعام رفضا لاعتقاله الإداري. ونادي الأسير قال في بيان صحفي أن الهريمي معتقل إداريا منذ 4 تموز الماضي، لافتا إلى أنه صدر بحقه أمر اعتقال إداري لمدة 6 شهور ويقبع اليوم في زنازين سجن عوفر. قالت وزارة الخارجية إنها وجهت سفارات وبعثات دولة فلسطين حول العالم للقيام بحراك دبلوماسي وسياسي، والتوجه لوزارات الخارجية ومراكز صنع القرار والرأي العام في الدول المضيفة لشرح وتوضيح الأبعاد التي دفعت شعبنا لإعلان الإضراب الشامل وفضح انتهاكات وجرائم الاحتلال وتصعيده الراهن. واعتبرت الخارجية أن الإضراب الشامل الذي يعم أرض الوطن شكلا من أشكال المقاومة الشعبية السلمية رفضا للتصعيد الإسرائيلي الحاصل وجرائمه المتواصلة، واعتباره أيضا خطوة لرفض الاحتلال والمطالبة بإنهائه. وطلبت المجتمع الدولي بالضغط على دولة الاحتلال لوقف جميع أشكال عدوانها وتصعيدها الدموي ضد شعبنا وإجبارها على الانصياع لإرادة السلام الدولية من خلال الانخراط في عملية سلام ومفاوضات حقيقية تفضي ضمن سقف زمني محدد لإنهاء الاحتلال وفقا لمرجعيات السلام الدولية ومبادرات السلام العربية وقرارات الأمم المتحدة. إلى ذلك أدان البرلمان العربي التصعيد الإسرائيلي بحق شعبنا في عموم الأراضي المحتلة، وحذر في بيان من خطورة تداعيات الممارسات الإسرائيلية التي تنذر بتفجر الأوضاع وتهديد الأمن والسلم بالمنطقة. وندد البرلمان العربي بانتهاكات الاحتلال وإرهاب المستوطنين ومنظماتهم بحق شعبنا. دوليا، قال رئيس الوزراء الإسرائيلي يائير لبيد إن العلاقات بين روسيا وإيران تمثل مشكلة خطيرة لإسرائيل والعالم على حد زعمه. وأضاف عبر قناة دولية: العلاقات بين الدول عملية معقدة، نرى بطبيعة الحال أن العلاقات بين روسيا وإيران مشكلة خطيرة ليس فقط لإسرائيل بل لأوكرانيا وأوروبا والعالم بأسره. إيران دولة إرهابية، ورغم ذلك روسيا تتعامل معها وتعرض العالم كله للخطر. كما اتهم لبيد روسيا باستخدام طائرات مسيرة إيرانية الصنع في أوكرانيا، متجاهلا نفي موسكو وطهران الرسمي لهذه المزاعم. أكدت المتحدثة باسم الوزارة الخارجية الروسية تعليقا على احتجاز مواطنين روس في إيطاليا وألمانيا بطلب من السلطات الأمريكية أن موسكو سترد على هذه الأعمال العدائية. وقالت في تعليق على الموقع الإلكتروني لوزارة الخارجية: المواطنين الروس تم احتجازهم في إيطاليا وألمانيا بناء على طلب من وزارة العدل الأمريكية لتسليمهم لاحقا للولايات المتحدة، وهذا يمثل استمرار للحملة التي تشنها واشنطن على نطاق واسع للقبض على الروس الذين توجد ضدهم ادعاءات، مع ضمان إدانتهم لاحقا بالسجن لفترات طويلة، وهي أعمال عدائية لن تبقى دون رد.
إلى هنا وصلنا وإياكم متابعينا لختام جولتنا المسائية من برنامج مساء الخير يا وطن. كنت معكم في الأعداد والتقديم إيمان حامد، ألتقي بكم في موجز محدث على رأس الساعة. إلى اللقاء. مساء الخير يا وطن، مساء الخير من رفح حتى رأس الناقورة، مساء الخير من قدس العروبة وغزة الأبية حتى الخليل، مساء نسيم الجليل العليل، مساء الخير من حيفا وعكا والناصرة وبئر السبع إلى نابلس جبل النار، مساء نخيل أريحا وبرتقال يافا، مساء الخير لبيسان والمجدل وإسدود وعسقلان، مساء الخير من أم الرشراش والمزارعة ويالو ولفتة وعين كارم والعباسية وسلمة وبيت نبالة وصفد، مساء الخير إلى بيت نوبة وعمواس والقسطل من طبرية حتى النقب، مساء الخير من اللد والمثلث، مساء الخير من وطن يا وطن، مساء الخير من مهد بيت لحم إلى قلقيليا وطول كرم وجنين لأهلنا في طوباس وسلفيت، مساء الخير لكل مدينة وقرية ومخيم، مساء الخير لشعبنا في الشتات واللجوء، مساء الخير للأسرى والجرحى وذوي الشهداء، مساء الخير للعمال والفلاحين، مساء الخير للطلاب للفقراء، مساء الخير يا وطن، مساء الخير يا أرضاً عشقناها مدى الزمن. في هذه الجولة الإخبارية المسائية نتابع معكم آخر التطورات والأحداث الميدانية مع شبكة مراسلين على امتداد الوطن السليم. نقرأ الخبر، نقدمه ونحلله بعين فلسطين. وعلى كتفي نعشي وأنا